خلينا يعني نروح في نفس السياق. طبعا الاخبار كلها عن قطاع غزه. كمان كان في اجتماع عقد وزير الخارجيه سامح شكري مع او عقد جلسه مباحثات بمقر وزاره الخارجيه المصريه بقصر التحرير مع انطونيو جوتيريوش السكرتير العام للامم المتحده. اشاد وزير الخارجيه سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي اللي تم عقده بدعوه سكرتير عام الامم المتحده انطونيو جوتيريوش لوقف اطلاق النار بقطاع غزه والسماح بايصال المساعدات لاهالي القطاع. اكد كمان وزير الخارجيه سامح شكري ان مصر بتكثف الاتصالات لوقف المواجهات العسكريه في غزه، مشددا على ضروره الوقف الفوري للعنف والعوده لمسار التهدئه، ووضح ان مصر بترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه. اوضح وزير الخارجيه سامح شكري ان مصر زي ما قلت لحضراتكم اي محاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه هي مرفوضه، وهتعمل مصر خلال قمه يوم السبت ان شاء الله بكره من اجل خفض التصعيد وصولا لوقف اطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريوش أشاد الحقيقة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية في ظل التصعيد في غزة، وأكد جوتيريوش أن الأزمة الحالية هي أزمة حالكة تمر بها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود. خلينا يعني جهود الدبلوماسية المصرية، يعني الحقيقة مش بس في التوقيت ده، لكن كان طول الوقت مصر معنية بالقضية الفلسطينية، طول الوقت عندنا مساعي دبلوماسية لمحاولة حل الأزمة والوصول لحل أو سلام عادل وشامل في المنطقة. فكرة أن احنا وزارة الخارجية دلوقتي المصرية بتحاول أنها تحصل على تأييد من المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وده واضح من يعني جولات وزير الخارجية أو حتى اتصالاته اللي بتتم على المستوى الدبلوماسي. هل ممكن يعني ننجح بنسبة كبيرة ان احنا نعمل دعم من المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية؟ هو بالفعل احنا نجحنا، بس للأسف الشديد احنا لدينا معوق أساسي وهو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. إذا حينما تتحدثي عن أي مشكلة تلاقي بريطانيا لصيقة بالولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد. وشفنا ده في قرارات مجلس الأمن لما حاولت روسيا أن هي تمرر قرار لوقف إطلاق النار والتهدئة وإدخال المساعدات، للأسف الشديد تم الرفض من فرنسا ومن إنجلترا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. خلي بالك سعادتك، وجود الأمين العام وأن هو يجي يزور مصر تحديدا، ده شعور من الأمم المتحدة بالخجل ان ما يحدث زي ما قلت لحضرتك هو عباره عن هولوكوست اسرائيلي بيتم داخل الاراضي الفلسطينيه، محرقه حقيقيه بتتم واباده جماعيه. ما يتم على ارض فلسطين حاليا هو جرائم ضد الانسانيه بامتياز، يعني الجنائيه الدوليه لو عاوزه تشتغل تشتغل ضد جنرالات هذا الكيان وضد رئيس وزراء هذا الكيان، لاني بالتاكيد ما يتم هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وقصف مدنيين. وعلى فكرة انت إذا كانوا هم بيتحدثوا عن بعض الإسرائيليين حصل كذا وحصل كذا على غير الحقيقة في أغلب الكلام اللي بيقولوه، لكن إحنا بنشوف والعالم كله بيشوف قصف وقتل الأطفال عيانا لايف، يعني باختصار لا هي صور مفبركة ولا أي شيء. يعني يكفي القصف والمجزرة اللي حصلت في مستشفى المعمدان، في مستشفى المعمدان ولسه قصف الكنيسة، وقصف الكنيسة النهاردة حصل قصف ليه الكنيسة. احنا بنتحدث خلي بال حضرتك عن جريمة إبادة جماعية، أنا مسميها هولوكوست، لأن تملي إسرائيل كانت بتفزع الاتحاد الأوروبي بفكرة الهولوكوست الألماني اللي حصل. لا، ما يجري هو أشنع من الهولوكوست الألماني اللي بيدعوه فيما يتعلق بإسرائيل. عشان كده أنا من وجهة نظري أنا الشخصية أني